راجعين يا وطننا راجعين، رغم الألم تعب السنين راجعين. راجعون إلى حيهم ولو بعد حين، هذا ما قاله ثائر من حي الوعر قبل سنة. هل سمع أحد صوته؟ أم أن مأساته تحولت إلى تغريبة ولكن بطعم سوري؟ أكثر من 100 مقاتل وعائلاتهم خرجوا من حي الوعر المحاصر في حمص بعد أن تأجل خروجهم لعدم وجود ضمانات أممية وعدم حضور وفد الأمم المتحدة للحي وقيام النظام بإرسال حافلات لنقل المقاتلين وعوائلهم. وعللت الأمم المتحدة أن ذاك السبب لإبلاغهم من قبل المركز الأمني الروسي في قاعدة حميميم العسكرية بأن الطريق من الحي إلى مدينة إدلب غير آمن. لجنة الحي توصلت إلى اتفاق جديد مع قوات النظام ينص على إخراج دفعة من مقاتلي الحي إلى مناطق في الريف الشمالي لحمص دون إشراف أممي، وعملية التهجير هذه تقتصر على المقاتلين، وخروج العائلات والأطفال سيتم على مسؤولية العائلة التي تختار الخروج، وذلك بحسب مركز حمص الإعلامي. نحن بتجه الأمم المتحدة بدها تطالعنا من بيوتنا، نحن ببيوتنا ما بنطلع، حد بيطلع من أرضه. وفي الوقت الذي يتهم فيه الناشطون الأمم المتحدة بعدم إدخالها للمساعدات الطبية اللازمة للحي، يستمر سيناريو حافلات تهجير المدنيين في سوريا إلى أجل غير مسمى، في حين يتساءل مراقبون عن دور الأمم المتحدة في عملية التغيير الديمغرافي للمناطق السورية. لا ما بتهجير، لو ما بتهجير.